تم إعداد وتهيئة مدن الزائرين إضافة إلى كل فنادق ودور الضيافة الخاصة بالعتبة. المرحلة الأولى كانت هي إسكانهم في فنادق العتبة ودور الضيافة التي امتلأت بهم، وبعد ذلك بعد امتلائها منذ يومين تم افتتاح مدينة الإمام الحسن عليه السلام الواقعة في الطريق الجنوبي أو في المدخل الجنوبي لمدينة النجف الأشرف، وتم إعداد خطة خدمية خاصة بهم. كل أقسام العتبة مستنفرة بكامل طاقاتها لغرض تقديم الخدمة لهم. مضيف الزائرين عد خطة خاصة حيث تقدم لهم الوجبات الرئيسية الثلاث، إضافة إلى تم تشكيل وفد ولجنة خاصة من الأخوات خادمات أمير المؤمنين عليه السلام تلتقي بالعوائل لغرض تلبية احتياجاتها الخاصة من ملابس وحليب أطفال واحتياجات شخصية. وبعد ذلك بعد اكتمال هذه الطلبات توفر فورا في هذه القاعدة، في قاعدة البيانات الخاصة بالأخوة. نعم. يدون فيها كذلك إذا كان الأخ الضيف يعاني من مرض مزمن توفر له الأمراض أدوية الأمراض المزمنة، وتوفر له كذلك كل ما يحتاجه من احتياجه.